السلام عليكم. we'll start with our chapter اللي هو هنبتدي بيه في الكورس بتاعنا, هو ال bone diseases and neoplasms. الشابتر بتاعنا ده هو مقسوم جزئين, جزء بيتكلم على ال diseases of the bone, والجزء التاني اللي بيتكلم على ال neoplasms. I mean بال neoplasms اللي هي ال tumors. ويلديل طبعا يعني اساسا بالبون بتاعنا اللي هو بون اوف ذا جوز. طبعا الديزيز دي ممكن تبقى بتاثر على الاذر بونز اوف ذا بادي, وهنعرف كل واحد ايه الكلاسيفيكيشن بتاع البون ديز بتاعتنا وايه اسبابها وايه الكوزز بتاعتها. So we will start with the classification. احنا هنقسم البون disorders عندنا او البون diseases اللي هم non neoplastic اللي هم مش tumors, اللي هم الجزء الاولاني اللي احنا قلنا ان احنا هنديل with ال diseases في الاول. فال diseases عندنا اللي هي diseases not neoplasm. اوكي, احنا بعد كده هنعرف كلمة neoplasm دي يعني ايه, فانا ممكن اقولها لكم دلوقتي لغاية اما نبتدي نعرف ال definitions بتاعتنا اكتر في الجزء بتاع التيومرز later on في المنهج بتاعنا. فكلمة نيوبلازم, اوكي, يعني ايه نيوبلازم؟ يعني نيو جروث, بيبقى شكله زي السوالينج. اوكي, يعني نيوبلازم يعني تيومر لايك سوالينج, بس هو نيولي جروث ومالوش سبب ايه محدد انا بعرفه او ما اقدرش اعرف الكوز بتاعه ايه هو. والنيوبلازم ده according to the nature بتاعه ممكن يكون benign نيوبلازم وممكن يكون malignant نيوبلازم. واحنا هناخد بعد كده في المنهج بتاعنا في طبعا malignant diseases او malignant tumors والbenign tumors الشابتر اللي بعد ده هو هتعرفوه. اوكي, فهنا انا لو انا هبتدي بالبون الجزء الاولاني في الشابتر بتاعنا, احنا قلنا bone diseases and tumors, فانا عندي البون diseases او disorders اللي هي مش نيوبلازم. طب هنعمل لها كلاسيفيكيشن ازاي؟ كلاسيفيكيشن بتاعتي يا اما بتكون هيريديتري. يعني ايه هيريديتري؟ يعني ليها جينيتك باك جراوند او في ديفكت او في جين ديفكت او ميوتيشنز عمل لي البون ديزيزز ده. هو هناخد فيهم ايه؟ هناخد فيهم الديزيز ذات افكتس اول ديزيزز او اول ذا بونز بتاعتنا, يعني الجو بونز وكل البونز اوف ذا بادي, زي ثلاثه ديزيز اللي هم الاوستيوجينيسيس امبرفكتا والاوستيوبيتروزس والشيروبيزم. اوكي, دول هناخدهم ان ديتيلز. نمبر 2 عندنا diseases that affect the membranous bones, و نمبر 3 disease affecting the bones formed in cartilage. طيب دول واحدة منهم احنا خدناها في الكورس اللي فات اللي هي cleidocranial dysplasia اللي هي ليها علاقة بال membranous bone. يعني ايه membranous bone؟ احنا عندنا في bone حصل لها formation اللي هي intramembranous, ان انا كان عندي during the development ان البون ده اتكون ازاي؟ اتكون من cartilage, ولا طلع الكارتج ده بيساعده, يعني كارتج اتحول لبون في بداية الديفولمنت بتاعتي, ولا هو كان مش كارتلج هو بون والكارتج كان بيساعده. وده اللي حصل عندنا في الجو بونز. الجو بونز عندنا ما كانتش اصلا كارتلج وتحولت لبون, هي الكارتج كان اونلي بيساعد او ان هو بيأسست الديفلوبمنت بتاعتنا. اوكي, او موجود في الجراس ارياز عندنا زي اللي هي الكوندايل والكرونويد وكده. لكن في بعض البونز عندنا في اللونج بونز مثلا فيها ان هي كانت كارتج وتحولت لبون, وده بنسمي الحكايه دي اللي هي endochondral ossification. اوكي, طيب فانا عندي لو في مشكله هيريديتري حصلت في الممبرينس بونز اللي هي زي الجو بونز بتاعتنا, خدنا ديزيز اكزامبل ليها اللي هو كليدوكرانيال ديسبليجيا اللي هو خدناه كاكزامبل فور ذا سوبر نيوميري تيث في الكورس اللي فات. تمام, وعندنا الديزيز التاني اللي هو اكوندروبليجيا, ده له علاقه برضو هو جيناتيك ديفكت في البون نتيجه الفيل او بيأثر على البونز اللي هي فورمد ان كورتس. دول جاست الاكوندروبليجيا مش هناخدها ان ديتيلز. طيب نمبر 2 في الكلاسيفيكيشن عندنا ايه الحاجات الاكوايرد؟ اكوايرد دي بقى اللي هي مالهاش علاقه بجيناتيك بروبلم. اوكي, هناخد فيها حاجه ديفلوبمنتال ديزيز اسمه فايبرس ديسبيجن, هناخد ديستروفيك ديزيز اللي هو باش ديزيز اوف بون, وهناخد في الهرمونال بس الهايبر بارا ثايرويديزم في الاوستيوبوروزس ده اللي انتوا بتسمعوا عنه او هو هشاشه العظام, بس مش هناخده ان ديتيلز.
اوكي. في ريباراتيف ديزيزز، دي حاجات، في حاجات خدناها في الترم اللي فات في السيست اللي هي توماتيك بون سيست والانيريزمال بون سيست، ودي احنا عرفناهم اللي هم ليهم علاقه بالريبير، خلاص احنا خدناهم. بس ممكن ناخد سنترال جانسال جرانيلوما. اوكي. نيوتريشنال ديزيز ليها علاقه بالفيتامين ديفيشنسي، او سمعتوا عنها بس مش هناخدها ان ديتيلز، زي الريكتس والاوستيوماليشيا. ده الكلاسيفيكيشن بتاع النون نيوبلاستيك بون ديس اوردرز. فيرست اوف ذا هيرديتري ديزيزز بقى اللي هي بتاثر على كل البونز، قلنا الاوستيوجينيسيس امبرفيكتا بريتل بون ديزيز. طيب اسمه ايه؟ اسمه اوستيوجينيسيس امبرفيكتا. امبرفيكتا مينز امبرفكشن في الاوستيوجينيسيس، في البون فورميشن. احنا قلنا ان احنا حاطينه تحت هيرديتري بون ديزيز. اوكي. وهو اسمه الثاني بريتل بون ديزيز لان كل البونز بتاعتنا بتبقى فورمد بريتل، وبتبقى سسبتبل ان يحصل لها او عندها لايبيليتي للفراكشر. طيب مشكلته ايه؟ هو مشكلته هيريديتري، يبقى هو عنده جين ميوتيشن. الديفكت في الجين ميوتيشن فين؟ يعني هو عنده ايه المشكله بتاعته؟ قال لي الميوتيشن بتاعي في حاجه اسمها او يعني ديفيشنسي في تايب 1 كولاجين، مش مهم اسم اللي هو اسم الجين ده اللي هو A1 و A2، يعني انا عندي مشكله هنا في الكولاجين. اوكي. طيب ليه الكولاجين؟ يعني ايه؟ يعني احنا عندنا البون ده خلاص، او زي اي مينرالايزد ستراكشر عندنا زي الدنتين زي الانامل، اي حاجه مينرالايز بتعمل من ايه؟ بتعمل من ماتريكس ومينرال. فانا عندي الماتريكس اللي هو فيه الكولاجين، تمام، والمينرال اللي هو بيعمل لي الايه الكالسيفيكيشن. طب المشكله عندي في الكالسيفيكيشن ولا الاماونت نفسه؟ المشكله عندنا في الماتريكس اللي هي فيها الكولاجين. طب لو انا قلت ان المشكله دي ان الكولاجين ده نتيجه جيناتيك ديفكت ما اتكونش، انا عندي البون نفسه هيبقى قد ايه؟ يبقى البون قليل. ليه؟ ان عندي الماتريكس ايه قليله، وممكن بعد كده يحصل فيها ايه كاسفيكيشن، بس هي الاماونت بتاعها قليل، وعشان كده بما ان هي قليله اوكي البون عندي هيطلع بون يعني ديفكتيف بون، يعني البون ده مش بون انه زي اي نورمال بون، هيبقى معرض لان هو يحصل له ايه فراكتشر ويبقى بريتل، عشان كده سميناه بريتل بون ديزيز. اوكي. طيب الكولاجين ده مش بس بيأثر على البون بس زي ما احنا قلنا، الكولاجين ده ممكن يكون بما ان هو جين ديفكت يبقى اي كولاجين عندي في الجسم هيبقى متأثر برضه لان الجين ليه علاقه بالكولاجين. كولاجين بقى في البون ماشي. طب ما الكولاجين لسه بنقول في حاجه منرلايز زي الدنتين، يبقى الدنتين هيبقى فيه مشكله. طيب ما بيفكركوش اسم اوستيوجينيسيس امبرفيكتا ده بحاجه ثانيه؟ بيفكرنا. طب بيفكرنا بايه؟ احنا خدنا في الكورس 1 او اللي هو باثولوجي 1 حاجه اسمها دنتينوجينيسيس امبرفيكتا. طب نرجع نفتكر ان احنا قلنا ان الكلاسيفيكيشن بتاعت الدنتينوجينيسيس امبرفيكتا دي ان كانت فيها ممكن تيجي اسوشيتد ويز انذر بون ديزيز هيريديتري برضو كان اسمه شبهها الاوستيوجينيسيس امبرفيكت. اهو احنا رجعنا بنتكلم عليه دلوقتي. يبقى احنا عندنا ممكن البيشنت اللي عنده اوستيوجينيسيس امبرفيكتا يبقى عنده كمان مشكله في الدنتين اسمها دنتينوجينيسيس امبرفيكتا ودي هيريديتري برضو. طيب هنلاقي عنده السكليرا برضو فيها مشكله اللي هي البياض اللي في العين، الليجمنتس، السكين نفسه هيبقى في ايه مشكله، يبقى كل حاجه فيها كولاجين هيبقى فيها ممكن ديفكت. ادي شكل البيشنت. البيشنت عندنا هنا لو احنا بنتكلم عليه خلاص هيبقى عندي البيشنت ده هو يعني عنده ادي رجليه اهي فيها مشكله زي ما احنا شايفين اهي، خلاص فيها ايه بوين كده او يعني تقوس فيها كيرفيتشر. طب ايه اللي خلاها كيرفيتشر كده؟ لان هي البون بتاعي بريتل. طب هو ما بيحمل عليه فبيبقى عنده زي ثين، البون بيبقى ثين وليبل انه يحصل له فراجيليتي. طيب عنده كمان هايبر موبيليتي في الجوينت عشان احنا قلنا الليجمنتس عندنا والجوينتس فيها مشكله، سنانه اهي فيها دنتينوجينيسيس امبرفكت. قال لي ان هما 12 تايبس، المايلد تايب 1 ده هو المايلد و2 از ذا سيفير. سكليرا كان فيها مشكله. طب سكليرا فيها مشكله ازاي؟ ادي بياض العين ده لقيناه لونه ازرق بلو سكليرا، ودي حاجه مميزه واحنا بنعمل دايجنوسس للكيس دي. طيب بنلاقي ان السكليرا بتبقى عشان الكولاجين قليل فبقت فيري ثين. طب بتبين ايه وراها؟ بتبين كل الكرويد او الالوان او الفاسلز اللي هي ظهرها، فعشان كده بيبقى لونها بلو. وبيسايدز بيشنت عنده هيرينج لوس.
نيجي في الراديوجراف، انا عايز اشوف البيشنت ده راديوجرافيكلي، هلاقي ان هو طبعا مالتيبل فراكتشرز موجوده عندنا. يعني احنا لو بصينا على اللي هي ادي فراكتشر هنا اهو، تحسوا ان الايه في فراكتشرز موجوده، تمام. هنا برضه هو طبعا شكل الكيرفيتشر بتاع البون ده اللي هو عنده سين بون، فبيبقى عنده بوينج بو يعني زي القوس المقوس كده، وديفورميتي في البون دي بتبان في الايه في الراديوجراف. ابص عليه اندر ذا مايكروسكوب او اللي هو هيستولوجيكال فيتشرز بتاعتي، طيب البون ترابيكلي بتاعتي هتبقى ايه؟ سين. هو ما اتكونتش، المينراليزيشن بتاعها ممكن يكون معقول لكن ان هي سين. طب وايدلي سيبريتد، هو ايه اللي كان بالبون ده؟ يعني فيها هي الحاجه يعني هنا السبيسنج اللي بينهم بقى كتير ليه؟ عشان هم سين بون ترابيكلي. ايه اخبار الاوستيوكلاست؟ قال الاوستيوكلاست ما فيهاش حاجه. طيب والاوستيوبلاست طبعا اللي هي بتعملي بون فورميشن قليل. اوكي كده احنا خلصنا اول ديزيز هيريديتري بيأثر على كل البون اللي هو اوستيوجينيسيس امبرفكت. تاني واحد اسمه ايه؟ اوستيو بيت روزز. ونخلي بالنا من كلمه بيت روزز مش بوروزز، علشان اوستيو بوروزز هو هشاشه العظام، اما بيت روزز ده حاجه تانيه خالص. طيب اسمه التاني ماربل بون ديزيز، وماربل يعني زي الماربل اللي هو كلمه ماربل اللي هو الرخام، وهنعرف ليه جاء الاسم ده دلوقتي. الاوستيوبتروسس ده هيريديتري انهيرتد، يا ترى الجين ديفكت عندي فيها مشكله ايه؟ الاوستيوجينيسيس امبرفكتا كان المشكله في الكولاجين، طب هو عنده مشكله هنا فين؟ قال لي المشكله هنا في الاوستيوكلاست. طيب بيقول لي ان البون طول، يعني احنا عندنا البون عندنا بيتعرض كل جسمنا لحاجه اسمها بون ريموديلنج. يعني ايه بون ريموديلنج؟ البون ريموديلنج بعد ما بيتكون ان هو بيبتدي يتعرض دايما لزي ايه بيريودز اوف بون ديبوزيشن وراها بيريودز اوف بون ريزوربشن. انا بعمل حبه بون بحطهم، يبقى انا قصادها بايه؟ بعمل ريزوربشن للحبه اللي اتحطوا ده. ده ديورنج لايف، يعني في بون ريموديلنج ده موجود على طول. اوكي؟ يعني بيظبط شكل البون والشيبنج بتاعه وكل حاجه. افرض بقى حصل ان انا عندي عملت البون فورميشن ده هو، وبعدين جاي اعمل الريزوبشن ما عرفتش اعمله. طب ليه انا مش قادر اعمله؟ علشان خاطر ان انا عندي مشكله جين او هيريديتري في الاوستيوكلاست، مش قادره اعمل ريزوبشن، وهي ده مشكله الاوستيوبتروز ان هو عنده فيلير اوف ذا اوستيوكلاستيك بون ريزوبشن، لكن البون فورميشن عنده اتكون. طب لو احنا بنفكر كده يبقى انا كل ما نادي انا بعمل بون فورميشن لكن عندي الاوستيوكلاست عندي مفيش، يعني عندي ايه؟ مفيش ريزوبشن. يبقى هنا عندي البون عندي بيتكون كتير عمال يتكون لكن الريزوبشن ايه؟ مش موجوده، تمام؟ فاذا البون هنا عندنا هيبقى كتير قوي. طيب احنا بنفكر كده واحد عنده بون كتير قوي، يا الله ده بون كتير بس ده بون حلو؟ لا، في الاخر البون اللي بيتكون ده اوف بور كواليتي، وهنعرف ان هو مش يعني فورمد كويس. اوكي طيب يبقى احنا قلنا ان هو خلاص في بون ريزوبشن او في بريدومينس اوف بون فورميشن على ريزوبشن، يبقى كل البون بتاعنا دنس، هيبقى عنده زياده في الماس. سكليروزس ليه؟ سكليروزس بقى لان البون ده كل ما بيزيد بيضيق لي الايه؟ البون مارو. طب البون مارو ده ان بتوين، هو البون مارو ده المفروض بيعمل ايه؟ بيعمل وايت بلاد سيلز. طيب الوايت بلاد سيلز دي هتتعمل؟ لا. طب كمان الفاسكولاريزيشن هتقل لان البون مارو نفسه بقى قليل. ايه اللي خلاه قليل؟ كل ماده ما البون لما بيتكون بيضيق البون مارو ايه؟ اريس. اوكي لكن it is of poor quality او ميكانيكال بروبرتيز زي ما احنا ايه اتفق. كلينيكالي بيشنت عنده بون حلو ودنس كده بس ويك ولايبل فراكتشر، زي ما كان في ناروينج في البون مارو، كمان لو احنا بصينا على السكال، السكال دي كل ما البون بيكبر كل ما كان فيها ايه؟ هي جواها فورامينا. يعني ايه بون فورامينا؟ اللي هي بيعدي جواها الايه؟ النيرفز عندنا. اوكي طب انا لما بضيق عليها او الخروم اللي هي الهولز اللي هي الفورامينا اللي هي عندي في السكال بيعدي فيها النيرفز دي تضيق، كل ما تضيق نتيجه البون فورميشن الزياده اللي عندنا ده هو هيعمل بريشر على النيرفز. طيب مين النيرفز اللي عندي؟ في نيرفز ليها علاقه بال الفيشال نيرف مثلا، فهيعمل لي فيشال باراليسيس. طيب بالودن اللي هو أو يعني او الحاجه اللي هي اوفثالميك بقى نيرف مثلا، يبقى بلايندنس. طيب ديفنس برضه نفس الكلام. اوكي الاوبتيك نيرف، يبقى كل المشاكل هتحصل في نتيجه الايه؟ النارينج ده هو برضه لسه متفقين ان في المارو سبيس هتضيق. طب البون مارو بيعمل وايت بلاد سيلز، هيبقى عند البيشنت ده انيميا، عنده جرانيولوسايتوبينيا. طيب هيأثر على السبلين والليفر ليه؟ علشان انا دلوقتي بعمل كومبنسيشن. لا والله ده انت
البومبارو ما بتقدرش تعملي الواي بلاسيس، طب يلا يا سبلين الكدني يلا اعملوا لي الحاجه دي في البيشنت دي، هيبقى عنده هيباتو سبلينو ميجالي. طيب اورالي بقى عنده ايه؟ عنده اوستيومايلايتس، عنده انفلاميشنز. ليه انفلاميشن اوستيومايلايتس؟ ده احنا عارفين ان هو نتيجه الليس فاسكولاريزيشن بيحصل نكروز للبون اللي خدناها في باثولوجي 1، فهو عنده نفس القصه لان هو عنده بون فورميشن زياده فبتعمل ايه؟ سكليروز على البلاد سبلاي فبتعمل نكروزز في بعض الاريس، فهو معرض للانفكشن. كمان عنده ان اللسان مش قادر يطلع لان نتيجه البون فورميشن الكتير، البون ده بيؤدي ان البون الدنس ده بيمسك في التيث، فالتيث مش قادره انها تطلع وممكن يحصل فيها انكيلوزز، اوكي، ان هي تبقى ادهيرد بال يعني السمنتم ماسك في الجو بونز، فدي هتبقى ايه؟ راديوجراف عندنا بيبقى شكله ازاي؟ هو عنده بون كتير دانس كتير، طب البون ده هو اللي بيديني شكل اللون الايه؟ الراديو باستز عامه. الراديو باست دي هتبقى طبيعيه؟ لا، هتبقى زياده مور دانس، تبقى البياض زي ما احنا شايفينه زياده قوي كده اول اوفر ذا ايه اوف ذا جو. قال لي شبه الرخام، عشان كده احنا قلنا اسم الديزيز ده ماربل بون ديزيز، وهنا قال لي دانس ماربل لايك ابييرنس، اوكي، يبقى هو شكله بياخد الماربل لايك ابييرنس. هنا انذر كيس وريني شكل السكال ماربل لايك او دنس بون. اوكي طيب اندر ذا مايكروسكوب هيبقى الهيستولوجيكال فيتشرز بتاعتي هتبقى عامله زي عكس الاوستيوجينيس امبرفكتا. الثاني كان عنده الاوستيوكلاست عاديه، هو عنده مشكله في الكولاجين فعنده فيو اوستيوبلاست، البون مارو بتاعه كتير والبون ترابيكلي ثين. هنا العكس، البون ترابيكلي ثيك لان البون فورميشن كتير وعنده مشكله في الاوستيوكلاست، الاقي الاوستيوكلاست مش موجوده. طب ايه اللي عرفني كمان الاوستيوكلاست مش موجوده؟ ان السكالوبينج بتاعها او الرافلد بوردر بتاعتها مش هي المفروض بتشتغل فبتعملي زي هاوشي بلاكني وفي شرشره وكده، الشرشره دي مش موجوده فالرافل بوردر ده مش موجود فبيعمل لي بيضيق لي البول مارو سبيسز او البول مارو سبيسز بتاعتي بتبقى قليل. طيب نمبر 3 عندنا الشروبيزم، يبقى احنا خلصنا اوستيوجينيسيس امبرفكتا، خلصنا الاوستيو بيتروز. الشروبيزم بقى نمبر 3 هي الفاميليال فايبرس ديسبليجيا، اسمها فاميليا لهي لان هي كده ليها جيناتيك باك جراوند، وفايبرس ديسبليجيا دي ليه؟ علشان ان انا عندي في ديفكتيف فايبرس فورميشن. اوكي الاسم الشروبيزم ده هنعرف برضو ليه دلوقتي. يبقى انا حبيت اقول باي ديفينيشن هي هيريديتري ديزيز، اوكي، كاركترايزد باي باي لاترال سيمتريكال اكسبانشن اوف ذا جو. يعني ايه؟ يعني هو عنده البيشنت ده عنده اكسبانشن اوف ذا جو، ان هو البون بتاعي او الزياده جدا بتضخم بيحصل له اكسبانشن، وده هنلاقيه باي لاترال ودي حاجه مميزه ان هو من الناحيتين موجود عندنا. طيب هو عنده ايه؟ هو عنده مشكله في الجين، الجين ده يعني ميوتيشن بيعمل لي انفلاميشن في البون، خلاص. طيب فالبون ده يعني الانفلاميشن نتيجه الانفلاميشن ده اللي في البون بيساعد على ان الايه الاوستيوكلاست تطلع كتير. ده يعني باستفاضه بديتيلز جامده قوي، بس جاست نعرفها كده بسيطه لان مش مطالب مننا نعرف الديتيلز الجامده الصعبه. يبقى انا هقول ان انا عندي في جين ديفكت، هنا الديزيز ده هيريديتري، اوكي. طيب عمل لي انفلاميشن في البون، خلى الانفلاميشن دي ساعدت على ان تجيب اوستيو او تجيب اوستيوكلاستيك برودكشن كتير. طب الاوستيوكلاست لما تطلع كتير هيحصل ايه؟ قال لي هيحصل عندنا ايه؟ ريزوربشن. طب البون ده عشان حصل فيه ريزوربشن، اوكي، عايز يعوض نفسه فبيعمل ايه؟ فبيزود الايه؟ بيزود الفايبرس تيشو جراس مكان الحته اللي حصلت فيها ريزوربشن،
اوكي. طيب واجي ابص كده على الجو، طب الجو ده كل ما يحصل فيه بون لوس وبيتاكل وبيحصل فيه ريزوبشن ويجي مكانه فايبرس فورميشن، يبقى اذا الجو عندي مش هيبقى شكله مظبوط، او الشيب اوف ذا بون عندي شكله مختلف، فبيعمل لي جو مورفوجينيسيس ديستربشن. يعني ايه؟ يعني المورفوجينيسيس او الشكل او الشيب بتاع الفورميشن اوف ذا جو الكويس بيبقى فيه ديفكت. ليه ده؟ نتيجه ان انا عندي ريزوبشن ويجي فايبرس فورميشن مكانه، خلاص. ومن هنا جالي شكل الاكسبانشن اوف ذا جو اللي احنا بنقول عليه. طيب والاكسبانشن ده بايلاترال ولا يونيلاترال؟ قال لي الاكسبانشن ده بايلاترال. سن البيشنت ده بيبقى صغير وبيجي في الميلز مور كومن وبيجي اكتر في الماندبل من المجزله. يبقى انا عندي البايلاترال ده اللي احنا بنقول عليه وسيمتريكال يعني نفس الشكل في الناحيتين، بيبقى في الماندبل اكتر حته في الماندبل بيبقى عند الانجل والريمس اريا، ولو في المجزله برضه بوستيريرلي في التيبروزيتي. يبقى احنا عنده زي ما هيكون عنده، هتشوفوا ده في صورته ان هو كان عنده خدود كده، خدوده طالعه من الجنبين. ادي شكل البيشنت، بصوا هنا من ناحيتين، ناحيه وناحيه، عنده بايلاترال اكسبانشن اوف ذا جو من هنا ومن هنا، بصوا كان خدوده كده طالعه جامد. اوكي طيب خدوده الكبيره دي طالعه ليه؟ اتفقنا جين ديفكت ادى الى اوستيوكلاستيك ريزوربشن، عمل لي بون لوس، البون لوس ده زود الفايبرس جروث. اوكي ده الموجود عندنا. طيب بتفضل الموضوع ده الاكسبانشن ده موجود، لقوا ان هو لغايه البيوبرتي يعني عند سن البلوغ، وبعدين يقف ويحصل له ريجريشن. وبيقولوا ان احنا ما نحاولش نعمل اي حاجه في الفتره دي خالص، اذر يعني ان انا اعمل شيبنج للبون او اعمل اي سيرجيكال انترفيجنز عشان ما يغيرش او ياثر على البيشنت ده. هو ممكن يعملوا تغييرات ثانيه، ممكن يعني يحصل لها ريكرنس لان هي اوريدي بتقف لوحدها عند البيوبرتي. جم قالوا احنا هنسمي الديزيز ده شروبيزم. كلمه شروبيزم يعني بيشنت، يعني كلمه شروبيزم باللانجوج يعني بيتعبد. اوكي شروب يعني واحد بيتعبد. اوكي طيب فلما بنقول الشروبيزم ده لقوها ان هي ليه سموها البيشنت ده؟ قال لي ليه؟ قال لي علشان هو لما بيحصل له بايلاترال اكسبانشن من هنا ومن هنا في الجو من ناحيتين، اوكي فبيحصل ايه؟ بيحصل السكين ده بيكم توت، يعني توتنس اوف ذا سكين، يعني السكين ده بقى مور ستريتش. طب انا كل ما بعمل ستريتشنج للسكين اللي هو لما يعني من الناحيتين من الجو دي ودي بتزيد، فالستريتشنج اوف ذا سكين ده بيزق ايه؟ بينزل الايه؟ اللور اي ليد لتحت. اوكي يعني بيشد اللور اي ليد نتيجه الاكسبانشن اوف ذا جو اللي موجوده عندي. طب لما انا بشد اللور اي ليد بيحصل ايه؟ اللي بيبان لي هنا بياض العين ده بيبان، السكليرا بتبان، فالبيشنت كانه as if he's looking upward لكن هو مش باصص فوق ولا حاجه، يعني في النص زي ما تمام، لكن نتيجه شده اللور اي ليد دي مع الاكسبانشن اوف ذا جو خلاه كانه باصص فوق كانه شروب. اوكي فايز ايز ابترند، ده حاجه. في ناس قالوا ان هو نتيجه شكل الخدود بتاعته اللي هي الابيرنس دي شبه الليتل انجلز اللي كانوا بيرسموها في على يعني على الكنائس او التشيرشز دي، بيبقى نفس ليها ايه؟ بلامبد تشيكس، فبرضه ده الاسم الثاني ليها. وده كده يبقى احنا عرفنا ليه اسم ايه شروب موجود. اوكي ادي بيشنت اهو برضو as if he's looking upwards، بصوا السكليرا عندنا كبيره، وادي bilateral expansion of the jaw من ناحيتين اهو عند الريمس والانجل اير. طيب لما الالفلر ريج بقى انذر سيمتوم عندنا ان هو مش قادر، طبعا الريجز عندنا زياده اوكي والاكسبانشن اوف ذا جو حصل، فاذا اسنانه برضو بيبقى فيها فيلير اوف ايه؟ اوف ايربشن. راديوجراف عنده مالتيبل يعني مش قصدي مالتيبل، اسفه، مالتي لوكلر ريديلوسنسي باي لاترال. طبعا احنا المفروض ان احنا كنا بنجمع كل الحاجات المالتي لوكلر، احنا كنا خدنا حاجات في الترم اللي فات في السيست ومش عارف ايه، قعدنا نجمع المالتي لوكلر ريديلوسنسي. هنا برضو في المنهج بتاعنا في كورس 2 ده باثولوجي 2 هيبقى في حاجات بنجمع لها المالتي لوكلر ريديلوسنسي، فبرضو يا ريت تبتدوا تجمعوا لها. فاول حاجه عندنا الشروبيزم اهو عنده مالتي لوكلر ريديلوسنسي باي لاترال، مالتي لوكلر ريديلوسنسي من الناحيتين، ودي حاجه دايجنوستيك او مميزه ليه، بيسايد ان هو سنه صغير، بيسايد ان هو يعني حاجات اذر دايجنوستيك ليه عشان اعمل دايجنوستيك ان هو بيجي في سن من 2 to 3 years، وقلنا ان هو عنده بايلاترال اكسبانشن ده هو وهو بايلاترال مالتي لوكلر ريديلوسنسي، وان هو جيناتيك او هيريديتري او هو فاميليال. under the microscope بنحطه في تجميعه ثانيه خالص، تجميعه ايه؟ تجميعه بنسميها سنترال
جاينت سيل ليجنز، اوكي. ودي برضو تجميع عندنا بنجمعها مع بعض زي ما جمعنا المالتي لوكر، هنجمع ده هو. طب سنترال يعني ايه؟ سنترال يعني الديزيزز دي او الليجنز دي بتبقى كلها جوه البون، يعني مثلا ما بتحصلش في طرف التيشو، يعني مفيش جينجيف، ده اول حاجه. جاينت سيل ليجنز يعني كلهم اندر ذا مايكروسكوب عندهم جاينت سيلز، اوكي. يعني شكلهم ايه؟ زي ما احنا شايفين في الصوره كده عندنا، انا عندي جاينت سيل اهي، كذا جاينت سيلز نيوميرس مالتي لوكر مالتي نيوكليتد جاينت سيلز، وبلاقي جنبها هيموسيدرين جرانيولز وارياز اوف هيمريدج جايه جنبها عندنا وشويه بون ترابيكلي. طيب ايه بقى الديزيز دي؟ قال لي الديزيز دي هنجمعها كلها عندها نفس الشكل اندر ذا مايكروسكوب، اوكي، اللي هو جاين سيلز وهيموسيدرين وارياز اوف هيمريدج وشويه بون ترابيكلي وكل الحاجات اللي احنا شايفينها دي. لو احنا جبنا صوره زي دي زي اللي قدامنا دي وانا ما جبتش اي ديتيلز ثانيه عنها راديوجراف او كلينيكال او حاجه، هتقولي تيزا سنترال جاين سيل ليجن. طيب لو جيت قلت لكم ان البيشنت ده شكله زي الشروب وان هو سنه صغير عنده 2 تو 3 ييرز، ان هو عنده فاميلي هيستوري، اوكي، وان هو عنده بايلاتر اكسبانشن اوف ذا جو وحاجات اللي انتوا شو مالتي لاكلر ريديلوسنسي في الناحيتين، يبقى انت كده هتقول لي ده شيروبيزم، يعني ده كده شيروبيزم، اوكي. طيب هناخد حاجات ثانيه في المنهج بعد شويه، او يعني في ممكن في التشابتر ده في او في شابترز ثانيه او حاجه، هنعرف ان هم برضو بنحطهم تحت سنترال جاينت سيل ليجن، وهنقول ان هم عندهم نفس الايه؟ نفس الشكل ده هو، فعشان كده بنجمعهم مع بعض. اول واحد ده هو جمعناه هو الشروبيزم، لما يجي التانيين هنجمعهم مع بعض. طيب and now thank you for your listening، وان شاء الله نكمل بقيه اللي يبقى لينا part 2 في البون diseases. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنكمل النهارده او this lecture اللي هي part 2 من الشابتر بتاعنا of bone diseases and neoplasts. كنا خلصت في الفيديو اللي فات او البارت اللي فات اللي هو lecture 1 جزء من البون diseases، وهنكمل النهارده الباقي ان شاء الله. طيب يبقى احنا كده خلصنا كل الجروب اللي هو الهيريديتري ده هو اللي هو اوستيوجينيسيس امبرفيكتا اوستيوبتروزس وشروبيزم اللي هو الهيريديتري، واتفقنا الاثنين دول مش علينا، اوكي. كده خلصناهم، هنبتدي نخش في الاكوايرد بارت اللي احنا اتفقنا عليها. اول واحد acquired non-neoplastic، يعني حاجة يعني diseases احنا قلنا مش neoplasm، مش tumor، مش swellings، لكن ده disease of the bone. وكمان acquired يعني مالوش علاقة بالهيرديتري، يعني مالوش علاقة بالجين، يعني ال cause بتاعه مش due to genetic defect. اول واحد في الديفلوبمنتال عندنا، او يعني اول تايب عندنا اللي هو الديفلوبمنتال، حاجه ليها علاقه في مشكله في الديفلوبمنت، ومش مشكله في الديفلوبمنت ليها علاقه بجين خالص، اسمها فايبرس ديسبليجيا. احنا لسه سامعين الفايبرس ديسبليجيا ده في الشروبيزم، قلنا الشروبيزم اسمه فاميليال فايبرس ديسبليجيا، يعني هي فايبرس ديسبليجيا قلنا انا عندي بون لوس وجا مكانه فايبرس جروث، اوكي، وعمل لي اكسبانشن في الجو. طب الفايبرس ديسبليجيا دي حاجه لوحدها؟ هنا دي حاجه مش فاميليال، يعني مش نتيجه جيناتيك باك جراوند اللي احنا سميناها في الشروبيزم اللي هو الديزيز اللي فات. It is a developmental condition، احنا حطينا نتيجه حاجه مشكله في الديفلوبمنت، اوكي، ان انا عندي areas of the bone زي ما احنا اتفقنا حصل له شال وجا مكانه فايبرس تيشو او فايبرو اوستيس تيشو بمعنى اصح، وانه بيحصل له هو كمان كل شويه يحصل له يتشال ويجي مكانه فايبرس. يعني انا عندي بون بيتشال بلوس اللي هو بالاوستيوكلاس يتحط مكانه فايبرس تيشو، الفايبرس تيشو ده يبتدي يتحط فيه شويه بون ترابيكلي مش كتير قوي، عشان كده سموه فايبرال اوستيس تيشو، وبعدين بعد كده يحصل له ريزوبشن ويبليس تاني بفايبرس تيشو. دي حاجه سايكليك نتيجه مشكله ديفلوبمنت مش مشكله هيريديتي. طيب جه هنا بقى قال لي ايه؟ قال لي ده هي في مشكله انها نتيجه باي او حصلت نتيجه ديفكت في جين اسمه جناس 1 جين. ده يبقى طب ازاي بقى؟ مش احنا لسه بنقول ان ديفلوبمنتال قلنا ان هو بيبقى بوست زيجوتيك سوماتيك ميوتيشن، او يعني ايه؟ يعني قال المشكله حصلت بعد ما الزيجوت اتكون، يعني ان انا المفروض ان احنا عندنا لو المشكله جايه من البيرنت من الام او الاب، اوكي، هتتاخد في الطفل ده هو، لكن هي المشكله ان الام والاب الميل جاميت وفي الميل جاميت كويسين جدا ما فيهمش اي حاجه، والمشكله حصلت بعد ما الزيجوت ايه؟ اتكون، اوكي؟
طيب احنا عندنا الفايبر اوسيس ليجنز، هم ليجنز زي ما احنا اتفقنا فيها فايبرس تيشو موجوده عندنا او نيو مينرالايزد برودكت، منها الفايبرس ديسبيجا، منها السمنت اوسيس ديسبيجا اللي خدتوها قبل كده في الاودونتوجينيك، والاوسيفاينج فايبروما المفروض تقروا عنهم وتجمعوهم هم عباره عن ايه. طيب نرجع للفايبرس ديسبيجا، قال لي هقسمه الى حسب الكلينيكال برزنتيشن بتاعه الى مونوستاتيك. ومونوستاتيك يعني ايه؟ يعني قال لي ان هو بيأثر على افكتنج ا سنجل بون، يعني ده واحد سنجل بون بس. تمام. طيب بيجي موست كومنلي، يعني هو ده اكتر واحد اللي بيجي في سنجل بون، مونو يعني سنجل بون في 85% من البيشنتس. سن البيشنت ايه؟ قال لي بيجي برضه في السن الصغير، سكند جيت اوف لايف زيه زي الشربيز، بيجي والفيميلز والميلز زي ما هما ما فيهمش اي حاجه، بس هنا بيجي بقى في الماكزيلا اكتر من ماندبل على عكس الشربيز ما قلنا بيجي في الماندبل. بصوا البيشنت اهو عنده اكسبانشن في الجو بتاعه، بون في الماكزيلا اكتر، اوكي بيأثر على نتيجه ده ان حصل عنده اوبلتريشن في الماكزيليا ساينس، عنده عينيه طالعه لبره شويه بنسميها اكزوفثالامس او بروبتوزس اوف ذا اي، وعنده فولنس اوف ذا تشيك، وتحسوا ان هي حتى الدبريشنز اللي موجوده هنا دي بقت مالت مفاهيمها. لو احنا فتحنا الاورال كافيتي، في الاورال كافيتي بره هنلاقي عنده اكسبانشن اوف ذا جو، وايه الاكسبانشن ده؟ ناحية واحدة، الشروبيزم كان ناحيتين لكن ده يونيلاترال، ودي حاجة برضو مميزة فيه. اوكي بنلاقي ان احنا عندنا لما بنلاقي الباكال اكسبانشن ده موجود عندنا، لو احنا بنفتح في الاورال كافيتي في هنا حاجه اسمها كناين فوصة، الكناين فوصة دي بيحصل لها برضو اوبليتريشن نتيجة الفولنس اوف ذا ايه اوف ذا تشيك. اوكي اندر ذا مايك راديوجراف او بالاكس راي بتاعتي، قال لي بيمر بثلاث مراحل. ايه الثلاث مراحل دون؟ قال لي ان احنا عندنا، احنا قلنا ان انا عندي بيتشال البون بيجي مكانه فايبرس تيشو، حلو كده. الفايبرس تيشو ده بيكون فيه بون ترابيكلي، وبعدين بعد كده يحصل له تاني ريزوبشن، وبعدين يجي فيها فايبرس تيشو، ده سايكل. يبقى احنا بنقول الثلاث مراحل، فانا ممكن اشوف الاكس راي في الاول ان البون حصل فيه لص، فالاقي فيه ريديلوسنسي، ودي اول ستيج ايرلي، يعني الايرلي ستيج خالص فايبرس تيشو جه مكانه، فانا مش هشوفه في الاكس راي، يبقى عندي ارياز اوف ريديلوسنسي. تمام. طيب تاني حاجه، ابتدى جوه الفايبرس تيشو ده في بون ترابيكلي يتكون، فانا هنا عندي ميكسد ايه ريديلوسنسي وذ راديو اوباستس، فده اللي هو بيسموه جراوند جلاس ابييرنس. وجراوند جلاس ابييرنس ده اللي هو شكل الازاز المصنفر، اللي هو الابيض، اللي هو تحسه ان الازاز مصنفر كده ابيض كده فينت. اوكي، او لو ان انا ممكن اقول ان في بون ترابيكلي اتكونت بتديني شكل قشره البرتقان بالظبط، قشره البرتقان ده بتبقى تحسه ان هي عامله زي البرتقانه كده، فيها محببه كده وفيها نقط، فقال لي ده النقط الصغيره اللي هي البيضه اللي موجوده عندنا دي زي قشره البرتقانه، ده بشوفها. طب الراديوجراف بتاعي اورنج بيل امتى؟ او جراوند جلاس اللي هو بيمثله نفس المرحله او نفس الستيج ان عندي ريديلوسنسي وديديوباستس، قال لي بشوف الاورنج بيل في الانترا اورال فيلمز، وبشوف الجراوند جلاس في الاكسترا اورال فيلمز. طيب نمبر 3 عندي اللي هو اللي هي اخر حاجه الستيج الثالثه، ان انا عندي مينلي بقت راديو اوبيك، ان في بون ليجن كبير موجود اللي هو ماتيور ليجن. في حاجة مميزة برضو في الاكس راي، ان انا بحس ان انا يعني ان الليجن بتاعنا ملوش ليميت، يعني ما اقدرش اعمل ديفايننج امشي وراه كده بصباعي واقول بقى الله ده هو كده، لا ده هي قال لي ملوش ليميت، مفيش ويل ديماركيشن. بحس ان انا يعني هنا بتحسوا ان انت مفيش بريدونتال ليجمنت موجودة خالص، اوكي، واللامنا ديورا اللي هي انتوا عارفينها اللي هي الخط الابيض اللي هو الباند البون اللي حوالين الروت ده بيبقى ميرجنج مع الدنستي مع السراوندنج نورمال بون. هيستولوجي قال لي شكلها عامله ازاي؟ احنا قلنا ان انا عندي فايبرس تيشو اللي جه مكان البون بتاعي، وبعدين بعد كده جه في بون ترابيكلي اتكون جواه، البون ترابيكلي دي واخده شكل يعني هو بيسموه تشاينيز ليتر لايك، يعني مش مهم انتوا بس تعرفوها فورانين بس انها شكل تشاينيز، اوكي؟ وان انا عندي بيبقى فيها البون ده واخد يعني نوع البون ده اسمه موفين بون اللي هو ايماتيور بون اتكون عندنا. آه
في مميز بقى في البون ترابيكلي عندنا ان انا ببص كده حوالين البون كله، المفروض كل بون دي يبقى فيه زي اوستيوبلاست ماشيه حوالين البون لان في فورميشن. انا بلاقي ان مفيش اوستيوبلاست كريمنج، يعني هنا حاجه مميزه للفايبرس سبيجا ان مفيش الاوستيوبلاست على البريفيرال اريا او على الوول بتاع البون ترابيكلي اللي اتكونت. طيب لو الشيبنج اقدر اعمل تريتمنت، المفروض ما اعملوش، لان احنا قلنا لو انا بعمل اي شيبنج هو المفروض هيخلص عند البيبريتي، بس لو عملت اي انترفيرنس بخلي بالي ان انا اخاف ان ممكن يحصل اي حاجه. في بعض الناس بيقولوا ان ممكن يقلب مالجننت، في ممكن طبعا ليجن يرجع تاني لان هو بيفضل شغال during the development لكن بيقف عند البيبريتي، فتره البيبريتي بتاعتنا، فنحاول ان احنا ما نعملش اي حاجه غير بعد الايه البيبريتي. طيب ده كانت الفايبرس ديسبيجيا اللي احنا قلنا تحت الديفلوبمنتال اللي هي افكتنج ا سنجل بون. اوكي طب الفايبرس ديسبيجيا ممكن تاثر على كذا بون، بنسميها ايه بولي ستاتيك، بولي يعني اهي اكتر ماني، اوكي ستاتيك بون فور مي في فايبرس ديسبيجيا، انا باثر على اكتر من وان بون. اوكي موجود الليجنز كلها الوان بون دول بس ناحيه واحده. البون اللي بيتكون ده بيكون يعني بريتل، فانا بيحصل ممكن عندي فراكتشر، ان الراديوجراف بتاعي بيبقى شبه المونو ستاتيك ما فيهوش فكره. اللي بيميز البوليستاتيك فايبرز ديسبيجيا ان هو بدل ما يبقى في بون واحد، احنا قلنا في سنجل بيبقى عنده مالتيبل بون ليجنز، بيبقى عنده مشكله اندوكراين ديستربنسز، يعني عنده حاجه مشكله في الهرمونز ممكن البيشنت ده هو، وبيبقى عنده بيجمنتيشن. يبقى دول ثلاث حاجات اساسيه موجوده عندي في البوليستاتيك فايبرز ديسبيجيا. خلاص طيب لو احنا قلنا ان انا ممكن الاقي الثلاث حاجات دول بس في سيندروم، عشان هو ده موجود في سيندروم، فاول واحد اسمه جافي سيندروم، اوكي او لانكنشتاين، بس خلينا في جافي عشان تبقى سهله. عنده ايه؟ عنده اول حاجتين دول، عنده مالتيبل بون ليجنز اللي هو عنده بوليستاتيك فايبرز ديسبيجيا او كيوتينيوس هايبر بيجمنتيشن. طيب عندنا ما يكون اولبرايت سيندروم ده عنده الثلاثه، عنده مالتيبل بون ليجنز وعنده كيوتينيوس هايبر بيجمنتيشن وعنده الاندوكراين ديستربنس. يبقى انا لو انا بقول بوليستاتيك فايبرز ديسبيجيا هي ممكن تيجي لوحدها، اوكي ممكن تيجي في شكل سيندروم، لا سيندروم جافي اللي هو عنده حاجتين بس مالتيبل بون ليجنز وكيوتينيوس هايبر بيجمنتيشن، لا اما ممكن الاقي اللي هو اولبرايت سيندروم برضو عنده الثلاث حاجات بوليستاتيك فايبرز ديسبيجيا كيوتينيوس هايبر بيجمنتيشن اندوكراين ديستربنس اللي مش موجوده في الجافي. ادي جافي اهو، قلت عنده ايه هايبر بيجمنتيشن موجوده عندي في شكل ايه كافي اولي بيجمنتيشن. برضو بنجمع الحاجات اللي فيها كافي اولي بيجمنتيشن، يعني وانا بذاكر او انا بقرا او انا بفهم فور ماي نوليدج ان انا اعرف ان انا عندي البيجمنتيشن هنا لونه كافي اولي اللي هو زي القهوه باللبن. طب ليه؟ علشان احنا الباثولوجي واسع وفي ديزيزز كتيره والديزيز دي كلها بيجمنتيشن، فيعني عشان الدايجنوزس فبيقول لي ان لونه فاتح شويه فكافيه اولي، بيجي في ناحيه واحده زي ما اتفقنا وان سايد اوف ذا ايه اوف ذا اريا اوف ذا بودي، يعني عندنا ما بنفر كروس ذا ميد لاين وليه الريجلر بوردر، تحس انه عامل زي الخريطه كده زي الماب، بس البيشن ده عنده بوليستاتيك فايبرس ديسبيج. طيب ما يكون قلنا عنده الثلاثه بوليستاتيك فايبرز ديسبيجيا، ادي مشكله البون، عنده كافيه اولي بيجمنتيشن برضه نفس الثاني. طب هنزود عليه ان هو عنده اندوكراين ديستربنس، بشوفها ازاي؟ ان قال لي بيبقى عنده بريماتيور سكشوال ديفلوبمنت ان ذا فيميل، يعني الفيميل دي بتبان ان هي عندها بريماتيور يعني بريماتيور ديفلوبمنت، يعني مثلا ممكن طفله صغيره عندها مثلا 6 سنين تبان ان هي واحده كانها عندها 12 او 14 سنه، يعني اللي هي كانها يعني بلغت بس بلغت بدري. اوكي تاني جروب اوف ديزيزز عندنا هو الديستروفيك ديزيزز، فيها ديزيز هناخده اسمه باجيت ديزيز اوف بون. الحقيقه الباجيت ديزيز اوف بون ده يعني هو نادر شويه ويمكن رير قوي ان الناس تقابله يعني او انتوا تشوفوه يعني في الحياه، بس يعني بناخده برضو. هو اسمه باجيت ديزيز ليه؟ لان هو اتسمى على اسم الساينتست اللي هو كان هو انجليزي
بريتش وكان سير، فهو اسمه سير جيمس باجيت اللي هو عمل عليه الستادي واكتشف الديزيز ده وكان بيعمل ستادي عليه، عشان كده اتسمى باجيت ديزيز اوف بون اللي هو عمل عليه ستادي بتاعنا. مشكلة الديزيز اوف بون ده او الباجيت ديزيز ان هو عنده مشكلة في الريموديلينج سيستم اوف بون. طيب يعني ايه ريموديلينج سيستم؟ ان البون عندنا بيتعرض لحاجتين دايما يعني along life، كلنا بنتعرض لريموديلينج ان احنا بيبقى عندنا periods of bone resorption وراها bone deposition. اوكي المشكله اللي عنده ان هو هيحصل له ايه؟ هو هيحصل له ان فتره يعني الريزوربشن عنده هيبقى مفروض ان احنا طبيعي ان يحصل عندنا normal ان البون ريزوربشن يبقى خلاص حصل قده يتعمل بون ديبوزيشن. اللي هو هيحصل عنده ان هو البون ريزوربشن زياده قوي وبالتالي هيتعمل عليه بون ديبوزيشن زياده قوي اكسترا من القد اللي هو مفروض مطلوب يعوض الايه الريزوربشن. تمام طيب نتيجه ان الريزوربشن والديبوزيشن الكتير اللي ورا بعض ده هيخلي البون اللي يتكون عندي ليتر اون مش حاجه هارد ولا بون كويس، لا البون ده هيبقى ويك بون. طيب ايه يعني هل ايه ليه بيحصل مشكله في البون ريموديلنج؟ مشكله البون ريموديلنج او الايتيولوجي هنا مش معروفه هي سببه ايه، هو اتيز اوف ان نون ايتيولوجي، والسبب عندي ممكن يكون يعني بعض الاستاديز قالت لا ده حاجه ريليتد لفيروس انفكشن، في ناس قالوا ان هو ان انفلاماتوري رياكشن، في ناس ربطوها بجيناتيك ديفكتس وطلعوا الجين ده عباره عن ايه الترايشنز، لكن هو ملوش سبب معين. طيب احنا بنقول ان هو مر في 3 ستيجز، ممكن تبقى 3 ستيجز دي بتبقى موجوده جوه ذا سيم بون خلاص. طيب بيبتدي الاول ان هو يحصل زي ما احنا قلنا عمليه الريزوربشن الجامده، فبيبقى في الفيز الاولانيه او الستيج الاولانيه اوستيوليتيك فيز ان حصل بون ريزوربشن ويمكن موجوده او ظاهره عندي يعني زي ما احنا شايفين كده هو اللي هو الاوستيو كلاس اهي في البون عماله تعمل ريزوربشن. اوكي طيب يبتدي بقى يحصل عمليه البون ديبوزيشن، ففي النص ما يبقاش البون ديبوزيشن لسه كامل، فيبقى عندي حاجتين شغالين اللي هو ميكسد فيز ان هو في اوستيوليتيك مع اوستيو سكليروتيك او اوستيو بلاستيك فيز. فانا دلوقتي عندي اللي هو اللون الغامق ده اللي هو عندي اللي هو البون الجديد اللي هو لسه بيتكون، والفاتح اللي بره ده اللي هو القديم اللي بيبتدي قدامنا الازرق ده اللي هو denoting الاوستيوكلاست. يبقى انا عندي في اوستيوبلاست وعندي اوستيوكلاست ات از ميكسد ده فيز. ليتر اون بقى خلاص هيبقى كل البون ده اتكون بون كتير قوي ويبقى دي الاوستيوسكليروتيك فيز او الاوستيوبلاستيك فيز، ودي التالت الايه تالت ستيج عندنا. البيشنت هنا بيبقى مور كومن ان ميلز وبيبقى سنه كبير شويه اكتر من 40 وبتيجي في الماكزيلا اكتر من المانديبل، وطبعا بقيه الاول اوفر ذا بون البون عندنا كذا بون بيبقى افكتد زي السكال زي الفيمر السباين، هنلاقي عندنا الرجليه طبعا هيبقى دلوقتي هتشوفوها فيها برضو ايه مشاكل. كلينيكالي ادي البيشنت اهو لو بصينا عليه هو هي بيشنت اهو قاعد على كرسي. طب ليه قاعد على كرسي؟ عشان هو عنده بريتل بون وفي بوينج بوينج يعني زي البو زي القوس ان رجليه لما جاي يقف ففي ان البون بتاعنا بيبقى ويك بون. هو صحيح البون احنا قلنا هو هيبقى بون كتير ماشي يعني زياده الديبوزيشن بيبقى زياده بس البون ده ويك، فلما البيشنت بيقف بالسترينث بتاعه وطوله كله على بيحمل على رجليه هيبقى عنده البون ده ويك وديفورمد كانه هو بيبريشر على الرجلين فالرجلين دي بتتقوس او بيبقى فيه بوينج. طيب ده يبقى عنده طبعا قابليه او لايبيليتي ان يحصل عنده باثولوجيكال فراكتشر او فراكتشر اوف ذيس بون. لو بصينا على البيشنت هنا هنلاقي ان هو عنده السكال بتاعته هي فيها زياده في البون برده اوكي فدماغه كده هنا اللي هو الفور هيد بتاعته هي كبيره فيها انلارج.
patient. طيب ايه تاني؟ هلاقي البيشنت ده بيعاني من شويه، مش بس شكل خارجي للبول، هو كمان عنده مشاكل. مشاكل زي ايه؟ ان هو ممكن يتعرض لدافنس او بلايندنس يعني، او في حاجات ليها علاقه بالنيرف، الفيشيال نيورولوجيا كلها ليها علاقه بالنيرف، ان هو دافنس مش بيسمع كويس او مش بيشوف كويس، او ممكن يكون عنده انفلاميشن او التهاب او مشكله في الفيشيال نيرف يحصل فيها نيورولوجيا، بين في الفيشيال نيرف او كده. ليه؟ لان لما البون بيحصل ديبوزيشن اوف ذا بون كتير في السكال، اوكي، مش بس على الفور هيد اللي احنا شايفينه الشكل الجامد ده، لا، ان هو البيشنت عنده الفور هيد كبير، لا، ده هيبقى عنده كل الفورامينا اللي موجوده في السكال ابتدت تضيق. طب الفورامينا دي كان معدي فيها نيرفز، نيرف مثلا ليه علاقه بالفيجن، اوكي، اللي هو مثلا اوفتالميك نيرف، خلاص، او في بالاوبتيك نيرف اللي هو بتاع الاير الهيرنج، اوكي. فلما بيعمل الفورامينا دي بتبتدي تضيق مع، يعني يحصل لها انها تضيق مع الانلارجمنت وزياده البون ده، هو فالبريشر اوف ذا نيرف ده بيأثر على البيشنت ده، فممكن يعاني او يبقى عنده كومبليكيشنز ان هو يحس بدافنس، بلايندنس، او نيورولجيا. طيب احنا قلنا ان هو بتيجي في الماكسيلا اكتر من الماندبل، ادي شكل الماكسيلا عنده، هي فيها انلارجمنت اوف ذا بون، فالماكسيلا كبيره والالفيولار ريدج عندنا كتير، وباين ان السنان هنا حتى فيها سبيسنج. البيشنت بقى لو كان هو ما عندوش سنان وكان بيشنت اولد ايج وخلاص سنانه كلها اتخلعت، هتبقى مشكله عنده مع الانلارجمنت ده. هو ليه؟ لو كان هو عايز يعمل دنشر، فالدنشر بتاعه ممكن يكون أو ان هو عامله حتى، فالفيتنس بتاع الدنشر بتاعه بيتغير نتيجة الـ enlargement of the bone. طيب radiographic features ايه بتاعت Paget's disease؟ احنا بنعمل له الراديوجراف بتاعه، بيبقى على، ممكن يكون في اي ستيج. لو كانت في المرحله الاولانيه اللي هي الاوستيوليتيك ستيج، يبقى انا عندي البون بتاعي كله بيبقى فيه ريزوربشن وبيتاكل، تمام. فبالتالي انا بشوف ايه؟ بنشوف عندنا زي ما احنا شايفين كده areas of bone resorption في البون اللي هي الحتت السوداء دي، فبيبقى عنده لما بيبقى فيه ريزوربشن يبقى فيها زي density بتاعت البون اللي هي لونها الابيض دي بتقل، فانا عندي decreased radio density، او ممكن نقول areas of radio lucences، حتت سودا اهي كلها radio lucences ايه موجوده عندنا. طيب نيجي بعد كده للستيج الاخيره اللي هي فيها osteoblastic stage، اللي هي ان البون عندي زاد عن الريزوربشن، اوكي، فبالتالي بتديني شكل ايه؟ قال لي هنا بتديني شكل الكوتون وول appearance. انا عندي زي areas من البون اتكونت فتبقى patchy كده زي الباتشز، البقع البيضة دي اللي احنا شايفينها، فقال لي بتشبه الشكل القطن، اللي هو لو احنا بنبص على شكل القطن كده، قطع القطن اللي هي موجودة لو احنا حطيناها كده جنب بعض، فهي دي بيشبهوها بحتة القطن البيضة جنب بعض، اوكي. فقال لي انها كوتون وول ابيرنس ده شكلها. طبعا اي حاجة عندنا خدناها الترم ده هنبتدي نجمعها، التشبيهات للاكس رايز او الهيستولوجي مهمة جدا نعرفها، عشان هي دي اللي بتميز او بيبقى ليها فيتشرز عندنا في الديفرنشال دايجنوز او الدايجنوز بتاعت الايه، اي كيس احنا هنشوفها، اوكي. طيب ايه اخبار بقى السنان؟ احنا لو احنا بصينا فوق في الاوستيوليتيك ستيج، ممكن بعض السنان ابتدى يحصل فيها زي ما احنا شايفين ايه، ريزوربشن. طب لا، هنا دي هي ابتدت هنا البون بيزيد، بس هنا مش البون بقى، اي لقينا ان السنان بيبتدي السيمنتوم اللي حوالين الروت بيزيد، فبيبقى ايه عندها هايبر ايه سيمنتوز. هنا another radiograph اهو بيبين لي شكل الهايبر ايه سيمنتوز، اوكي. طيب ايه الهيستولوجي بقى بتاع باجيت ديزيز اوف بون؟ احنا قلنا ان هو عنده ريزوربشن وبعدين فولود باي ديبوزيشن. نتيجه السيفرال بون ديبوزيشن اللي موجوده عندنا، بيقول لي انا ببص على حته البون دي بلاقي فيها زي خطوط كتيره، الخطوط دي اللي هي ايه؟ ريفرسال لاينز. ريفرسال لاينز دي نوتنج ان انا عندي بون ديبوزيشن كتير، ان البون عشان بيتكون ما بيكونش مره واحده، بيبقى مره وبعدين بعدها يبقى زي ستيج، يعني ان هو يرتاح شويه وبعدين يتكون تاني. طيب لما بنشوف الريفرسال لاينز دي كتيره، يبقى انا دي نوتنج ان انا عندي بون فورميشن كتيره. قال لي طب تشبيه الهيستولوجي ده لشبهوه بايه؟ شبهوه بالموزايك ابييرنس. موزايك ده شكل الخشب، في نوع من الخشب اسمه خشب موزايك، وفي تعريجات كده او خطوط كتير كده بتكاركترايز الخشب ده اللي هو الموزايكو ده، بتبقى كلها تعريجات او خطوط سوداء. فقال لي ان هي البون هنا شبه الايه؟ الموزايك، اللي هو الخشب الموزايكو ده، فقال لك ان هو موزايك ابييرنس. محدش يتلخبط بين شكل الهيستولوجي وشكل الراديوجرافي.
في الراديوجراف شكلها كوتون وول ابيرنس، في الهيستولوجي شكلها موزايك ابيرنس، عشان ما حدش يقول دي شكل ودي شكل، او يقول لي موزايك ابيرنس في الراديوجراف او كوتون وول في الهيستولوجي، ولا مش هو ده اللي موجود. طيب البون بقى زاد، ايه اخبار البون مارو اللي في النص؟ فقال لي البون مارو ده بقى ضاق، بقى يعني الفاسكولاريتي بتاعته هتبقى قليلة، لان طبعا ده لما يكون ضيق. لكن طب في الاول، الي في الاول مع الريزوبشن الفاسكولاريتي بتزيد والفايبرس بون مارو ده بيزيد، اوكي، وده ممكن يعرض البيشنت في الستيج الاولانيه لعمليه البليدنج، لان هو نتيجه الريزوبشن البون مارو بيزيد، لكن لما يكون في الستيج بتاعت البون ديبوزيشن البون مارو بيضيق حسب الستيج. فلو ستيج في الاول البون مارو عندنا بيبقى كتير فالفاسكولاريتي بتاعته كتير، فلو البيشنت عمل اكستراكشن في الفترة بتاعت الاوستيوليتيك ستيج هيتعرض لممكن بليدنج. طيب ايه اللابوراتوري انفستيجيشنز؟ اللابوراتوري انفستيجيشنز دي من الحاجات اللي برضه دايجنوستيك لبعض الديزيزز. فبالنسبه للباجيت ديزيز هنا هيبقى عنده زياده في حاجه اسمها الكالاين فوسفاتيز ليفل. الالكالاين فوسفاتيز ده الاوستيوبلاست هي بتطلعه عشان بيساعدها في عمليه البون فورميشن، اوكي. فبما يبقى انا عندي لما بلاقي الالكالاين فوسفاتيز كتير يبقى انا بعرف ان في اوستيوبلاست اكتف كتير، والاوستيوبلاست يعني بتعمل لي بون كتير، عشان كده هو هنا زياده في البيشنت اللي عنده باشت ديزيز اوف بون عنده زياده في الالكلاين فوسفاتيز. عشان كده لازم ان احنا في مثلا لو جالنا كيس، لو جالنا بروبلم، لو جالنا حاجه وقال لي اللابوراتوري انفستيجيشن بتاعتها في مثلا في باجت، في برضو لسه بعد كده في الهايبر بارتيزم في حاجات بتميز، او في بعض اللابوراتوري انفستيجيشنز بتميز بعض الديزيزز هنا اللي بيميزني الالكلاين فوسفاتيز الزياده. طيب هل الباجيت ديزيز ده البيشنت ده عنده كومبليكيشنز؟ اه عنده كومبليكيشنز. اول كومبليكيشن عندنا هي الباثولوجيكال يعني فراكتشر اوف بون. طبعا عشان لسه بنقول ان هو البيشنت ده ممكن يتعرض ان البون بتاعه يعني ويك بون، فمع التحميل على الرجلين زي ما احنا شفنا ممكن البون ده يحصل له فراكتشر، هو البون ده بريتل. تاني حاجه عنده ممكن البيشنت يتعرض لهارت هارت فيل. ليه هارت فيلير؟ قال لي لان هو البيشنت يعني بيبقى عنده زي ايه، زي عنده حاجة اسمها ارتيرو فينوس شانت، يعني ممكن مش عليكم الديتيلز قوي، الارتيرو فينوس شانت دي زيادة، او ان هو تحميل الفلو اوف بلاد يعني بالنسبة للهارت ان هو عايز يزود البلاد اللي هو كتير قوي رايح للبون. هو البون عشان يتكون او اي تيشو عندنا بيتكون محتاج فاسكولاريزيشن، فهو بيعمل بومبنج للبلاد جامد ناحية الحتة بتاعة البون اللي هو عايز يحصل له زيادة، اوكي. فده بيحمل على الهارت، فلما يحمل على الهارت بيخلي البيشنت الهارت بتاعه ده يبقى مجهد وتايرد، فممكن يحصل له هارت فيلير، وبالتالي البيشنت لو كان اوريدي عنده مشكله في القلب اصلا فده ممكن ياثر عليه. تاني حاجه قال لي طيب الباجيت ديزيز ده لايبل ان هو ممكن يتحول لماليجننت، بس طبعا في تو يعني مش في في كل البيشنتس، في 2% منهم بس، فبيتحول لنوع من البون ماليجننسي اسمه اوستيو ساركوما، هناخدها في تشابتر الماليجننت. طيب زي ما في complications all over the body يعني عادية، لا ده كان اورالي بقى اللي هو تخصنا احنا. لسه حاجة لسه قايلينها اللي هي الهيموريدج، انه احنا قلنا لما في المرحلة بتاعت البون ريزوبشن ان البون مارو بتاعه هيزيد، فالبون مارو هيزيد يبقى الفاسكولاريتي عندنا هتزيد، فلو هو عمل اكستراكشن في المرحلة دي ممكن يحصل له هيموريدج، اوكي. دي حاجة. تاني حاجة طب لو هو عنده عمل اكستراكشن في مرحلة الاوستيوبلاستيك ستيج دي احنا قلنا فيها هايبر سيمنتوزس، فطبعا هتبقى عنده مشكلة في الاكستراكشن ديفيكولتي، الهايبر سيمنتوزس دي في ديفيكولتي في الاكستراكشن. ايه تاني؟ دراي سوكت اوستيومالايسيس انتوا خدتوها في الترم الاولاني او في الكورس اللي فات. طبعا احنا عارفين الدراي سوكت ده عنده مشكله في الفاسكولاريزيشن. الاوستيومالايسيس حصل ان انا عندي فيها بون نيكروز نتيجه ان انا قطعت البلاد سبلاي عن البون، فمع الثيكنينج اوف بون والجروث اوف بون الزياده قوي هيضيق احنا قلنا البون مارو وهيقلل الايه الفاسكولاريزيشن ان ذا اريا، ف ممكن البيشنت ده يتعرض لدراي سوكت اور اوستيو مايلايتس. مهم تعرف اللي يهمني بقى الديزيز اللي بعد كده اللي هو الهايبر بارا ثايرويدزم، او بيسموه فون ريكلينج هاوزن ديزيز اوف بون، عشان في واحد تاني هيجي بعد كده في البناين تيومرز اسمه فون ريكلينج هاوزن ديزيز اوف ذا سكين.
طيب هرمونال ديزيز اسمه هايبر بارا ثايرويدزم. هايبر بارا ثايرويدزم هو البيشنت ده عنده بارا ثايرويد هرمون كتير، اوكي، زياده اكسسيف. اوكي هنقسمه لتو تايبس. التايبس بتاعتنا برايمري وسكندري. برايمري ان انا عندي ليه حصل باراثيرويد هرمون زياده، ده نتيجه ان انا عندي مشكله في الباراثيرويد جلاند، ان هي فيها ادينوما يعني فيها تيومر، او ان هي فيها هايبر بليج. اوكي ممكن يكون فيها كارسينوما بس ده بيرسنت ايه قليل. سكندري قال لي ايه، ان الجلاند بتاعتي هي كويس يعني هي ما فيهاش تيومر. اوكي طب اما الباراثيرويد هرمون زاد ليه؟ قال لي علشان يعمل كومبنسيشن لحاجه ثانيه. ايه هي؟ ان انا عندي مشكله في الكيدني خلاص، والكيدني دي مش قادره تعمل فيتامين دي اكتيفيشن، او ان انا عندي فيتامين دي ديفيشنسي. والهايبر بارثيرويديزم او البارثيرويد هرمون زاد ليه؟ علشان يعمل مينتيننج للسيرم كالسيوم ليفلز يبقى مظبوطه. ومن هنا لازم نعرف هو البارثيرويد هرمون بيشتغل ليه. البارثيرويد هرمون بيشتغل ازاي؟ هو اصلا عايز يخلي ان الكالسيوم ليفل في البلاد نورمال. اوكي فهي انا ايه ده النورمال بتاعي. فاذا لو حصل ان الكالسيوم ليفل في البلاد عندي قل، او حصل فيه لو كونسنتريشن، هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ هيساعد على ان هو يطلع زياده، علشان الزياده يعني مش زياده اللي هي مرضيه يعني اللي احنا بنتكلم في النورم، هيزيد او البارثيرويد جلاند هتطلعه علشان ياخد شويه كالسيوم من البون، ويزود ويظبط الكالسيوم اللي موجود في البلاد. وكمان تاني حاجة ان هي بتخلي البارثيرويد هرمون دون يطلع علشان يقلل اللوس اوف كالسيوم في اليورين من الكيدني، ويشتغل على الكيدني على الفيتامين دي عشان يخليها تطلعه، فتعمل له ايه؟ بتعمل له اكتيفيشن، فيروح الفيتامين دي خلاص للانتستين او الجت بتاعتنا، ويساعد على الابزوربشن او انهانس الابزوربشن اوف ذا كالسيوم فروم ذا انتستين. حلو كده؟ طيب يبقى انا لو انا عندي البارثيرويد هرمون زاد قوي، اوكي يعني حصل هايبر باراثيرويديزم زي ما احنا قلنا، لا اما برايمري عشان الجلاند نفسها فيها تيومر، او سكندري علشان ايه بقى؟ بنقول ان هو الجلاند نفسها كويسه بس الكيدني فيها مشكله، فيها فيلير، فالكيدني مش قادره تعمل اكتيفيشن الفيتامين دي خلاص، ومش قادره تقلل اللوس اوف كالسيوم ان ذا يورين، او ان انا يكون عندي فيتامين ديفيشنسي، فالباراثيرويد هرمون هيزيد قوي من الجلاند تطلعه عشان تعمل كومبنسيشن او تعوض الموضوع وتمنتين الكالسيوم ليفل نورمال في البلاد. طيب نتخيل كده لو هو البارثيرويد هرمون زياده قوي بزياده مرضيه يعني، يبقى اذا هياخد كالسيوم من مين؟ من البون برضه عشان يظبط الكالسيوم ليفل في البلاد، او مش يظبطه هو بيزوده قوي بزياده. اوكي فلما يقعد ياخد كل شويه كالسيوم من البون، يبقى البون بتاعي هيبقى ايه؟ ديفكت. بتيجي اكتر فين؟ بيجي اكتر في ال 50 years يعني الفيميلز بالذات، وبتبقى سنهم كبير، والماجوريتي في الاول بيبقى البيشنت مش حاسه باي سيمتومز. اوكي بعد كده اهم حاجه عندها ثلاث حاجات، ان هي تبتدي تحس ان البين في البونز، طبعا اول ذا بونز عشان ده هرمون، وممكن طبعا نتيجه الكالسيوم كتير اللي زايد في البلاد هيبتدي يترسب في الكيدني، يعملي رينال ستونز، وكمان هيأثر على الماسلز، لان الكالسيوم ده ليه علاقه بالكونتراكشن اوف ماسلز، فالماسلز هتزيد الكونتراكشن بتاعتها، فيبقى عندها ويكنس، ماسل ويكنس. طيب مع الكيسز كل ما يعني اما الكيس بتبقى سيفير بقى، هيبتدي البيشنت او البيشنت دي بتتعرض لاوستيوبوروزز، لان البون عندي بناخد منه كالسيوم كتير. اوكي فهيحصل باثولوجيكال فراكشر، البون هيبقى مور بريتل، ويحصل فيه ديفورميتي. الليجنز عندنا بنسميها لما تكون موجوده في كذا اريا في البلاد بيسموها براون نودز اوف هايبر بارثيرويديزم، وده ليه؟ علشان هي شكلها اثناء السيرجري بيبقى لونها براونش ان كلر، البون بيبقى لونه براونش ان كلر. اهم حاجه عندي لابراتوري انفستيجيشن، لو جيت عملت لابراتوري انفستيجيشن للبيشنت دي اوكي هنلاقي ان هي عندها طبعا كالسيوم ليفل زياده، لان الكالسيوم في البلاد زياده. اوكي وهنلاقي ان الفوسفورس عندنا الكالسيوم ليفل، طبعا احنا عارفين كالسيوم بيزيد الفوسفورس بيقل، واليورينري اوتبوت طبعا اوف ذا اوف كالسيوم عندنا بتزيد. راديوجراف، راديوجراف البون التوث عندنا ما بتتاثرش، السنان عندنا ما بتتاثرش، لكن المشكله كلها لان البارثيرويد هرمون بيلعب على البون. اوكي او بياخد الكالسيوم من البون مش من التيث، فالتيث عندنا الدنستي بتاعتها زي ما هي، والبون از لاس دنس زي ما احنا شايفين، فبيبقى يديني ده النورمال. بصوا بقى الابنورمال، ان انتوا عندكم البياض هنا ايه قل، يعني هنا بصوا البياض ده العادي، لكن هنا البياض هنا قل في الصوره اللي بعدها. حلو فهلاقي ان هي بقت مور او لاس دنس، الدنستي بتاعتها البياض بتاعها قل.
اوكي. وبيحصل عندنا ايه، ان انا كمان اللامينا ديورا اللي هي اللي احنا قلنا الخط الابيض بتاعي اللي هو البند البون حوالين السنان مبقاش موجود، فالسنان كانها ايه مش متعلقه، يعني تحسوا ان هي كانها فلوتنج، يعني بتحس ان في حاجه ربطها، فبيسموها فلوتنج تيث. اوكي هنا بقى areas of destruction يعني حتت ريديلوسنسي كتيره نتيجه الريزوبشن موجود عليها destruction of bone. Histologically it is one of the central giant cell lesions. لو احنا بنسمع كلام دلوقتي هنقول احنا لسه فاكرين ان في حاجه اسمها central giant cell lesion من شويه قلناه، اللي هي مين؟ الشيروبيزم. يبقى دي تاني ليجن بنجمعها معاه. يبقى انا عندي ايه central giant cell lesions؟ قلنا هم ليجنز كلهم موجودين بيبقوا حاجات في البون او ديزيز اوف بون عندهم نفس الشكل under the microscope. لو جبنا الشكل ده لوحده انا مش هعرف طب ايه هو؟ بيعبر عن numerous multi naked giant cells, areas of hemorrhage و hemocydrine granules، نفس الشكل ده واحد under the microscope، لكن انا لازم اعرف other clinical features, radiographic features، حاجات عن البيشنت ده عشان اقدر اوصل للفاينل diagnosis. لو انا ما عنديش الحاجات التاتا التانية يبقى انا هقول عليه central giant cell lesion. secondary hyperparathyroidism ده اللي احنا قلنا انا عندي parathyroid gland كويسه وتمام، بس المشكله في ايه other disease زي الكيدني مثلا، ان انا هي بتزود الهرمون عشان تظبط الكالسيوم ليفل يعني عشان خاطر حته الرينال فيلير ان مفيش فيتامين دي موجود عندنا. طب البيشنت ده بيبقى عنده ما عندوش بقى السيمتومز اللي هي ليها علاقه بالهايبركالسيميا، لكن عنده البون تشينجز بس، عنده مشاكل في البون يعني. طيب احنا كده خلصنا نمبر 3 اللي هي الهرمونال ديزيز في الاكوايرد نون نيوبلاستيك ديس اوردرز اوف بون اللي هي كانت الهايبر بارا ثايرويديزم. اوكي وخلصنا طبعا وقلنا اللي في كان حاجه اسمها ديستروفيك اللي هي باش ديزيز، ده انا شلته من عليكم يعني مش مهم خلاص نعرفه ان ديتيلز. وخدنا في الاول خالص اللي هي كانت الديفلوبمنتال ديس اوردرز الفايبرس ديسبيجا بانواعها. نيجي بعد كده لحاجه اسمها ريباراتيف ديزيزز، منها اللي هي الانيريزمال بون سيستو تروماتيك بون سيستو، ده خدناه في الباثولوجي اللي هي نمبر 1 او الباثولوجي 1 او اللي هو الكورس اللي فات تمام. وهناخد هنا هنضم معاهم حاجه جديده اسمها سنترال جاينت سيل جرانيلوما. سنترال جاينت سيل جرانيلوما دي انا هاجل الديتيلز بتاعتها للنيوبلازمز عشان نشرحها مع النيوبلازمز في جدول، لان في واحده شبهها فانا حطاها في جدول معاهم. لكن انا هعرف من التايتل بتاعي اسمها سنترال ان هي جوه البون، جاينت سيلز علشان اندر ذا مايكروسكوب او هيستولوجيكال ابييرنس بتاعتها او فيتشرز بتاعتها فيها جاينت سيلز نيوميرس، هي نفس شكل الحاجات اللي احنا قلنا عليها او المجموعه اللي احنا قلنا هنجمعها اللي هي سنترال جاينت سيل ليجنز، اللي هم كلهم عندهم نفس الشكل تحت الميكروسكوب او نفس الهيستولوجيكال فيتشرز زي بعض خلاص، ما عدا ان احنا لو عرفنا اي ديتيلز كلينيكال او راديوجراف عنهم فبالتالي بنقدر نوصل للدايجنوز، لكن بالهيستولوجي هم كلهم شبه بعض. طيب احنا خدنا منهم ايه اللي هم زيها؟ الشوربيزم اوكي والهايبر باراثايرويديزم، وادي السنترال جاينت سيل جرانيلوما، وهناخد التيومر بعد شويه وهنحطه معاها وهنشرحها بالتفصيل. طيب يبقى احنا كده خلصنا الجزء الاولاني من الشابتر بتاعنا اللي هو البون ديزيزز اللي هي نون نيوبلاستيك بون ديسوردرز بالهيريديتري والديفلوبمنت سوري والاكوايرد. طيب النيوبلاستيك بون ديسوردرز بقى ايه هي؟ نيوبلازم زي ما قلت لكم قبل كده الديفينيشن بتاعتها وهنتكرر تاني، كلمه نيوبلازم يعني نيو جروث، وان هو بيبقى شكله عامل زي التيومر يعني عامل زي سويلنج يعني بيبقى عندي فيه سويلنج. اوكي اكوردنج تو ذا نيتشر اكوردنج تو ذا بيهيفير انا عندي حاجه بيناين وعندي مالجنانت نيوبلازمز، ويمكن احنا هنبقى في الشابترز اللي جايه بتاعتنا او في الكورس ده في مالجنانت وبيناين تيومرز وهناخد حاجات تانية كتيره بس مش في البون يعني بيناين ومالجنانت وهنعرف البيهيفير بتاعنا. فلو انا بس يعني جاست كده بسرعه كده اي حاجه بيناين بيبقى ما عندهاش
rate of recurrence بيبقى نفس شكلها شكل normal cells اللي طالعة منها. أما المالignant بيبقى عنده high rate of recurrence، بيبقى عنده الجروس بتاعه بيبقى بالinfiltration، بيبقى فيه السيلز أو الهيستولوجي بتاعه under the microscope مش شبه النورمال، بيبقى السيلز بتاعته بيبقى فيها يعني abnormality وأتيبيا وأتيبيكال سيلز. هناخد الحاجات دي بعد كده في الايه، في المالجنان تيومرز والبناين تيومرز، وهنعرف الفروق بينهم اللي هي في الشباتر الايه اللي جاي. تمام، فعندنا هنا بالنسبة للبون ايه النيوبلازمز اللي انا ممكن اشوفها affecting البون عندي. لاما بتكون benign in nature، ودي هناخد فيها الاوستيفاينج فايبروما والسنترال جاينت سيل تيومر. خلاص في حاجة اسمها اوستيود اوستيوما اوستيبلاستوما، دي مش علينا in details. وبالنسبة للماليجنانت عندنا ثلاثة، اوستيوساركوما وكوندروساركوما وايوينج ساركوما. We'll start with the benign اللي هي الاوسيفاينج فايبروما. اوما يعني ماس، وفايبروما يعني ماس اوف فايبرس تيشو. اوكي، اوسيفاينج يعني ايه؟ يعني الفايبروما دي خلاص فيها اوسيفيكيشنز، يعني فيها بون ايه ترابيكلي. طيب فايبروما من اسمها كده يبقى هي بناين نيوبلازم، علشان لو انا عندي مالجنانت هنحط له الترم بتاع المالجنانسي اللي هنسميها فايبرو ساركوما، لكن هي فايبروما هي حاجه بناين. اوكي، قالوا لها ممكن بعض الكتب قالوا ما فيش اوستيفاينج، طب نخليها سيمنتيفاينج فايبروما او سينيتو اوستيفاينج فايبروما، لان لقوا ان في بجانب البون ترابيكلي بيبقى في عندنا سيمنتم، والسيمنتم والبون ترابيكلي شبه بعض اندر ذا مايكروسكوب، فادوها الترمز اللي احنا بنتكلم عليها دي هي. اوكي، فبنلاقي ان انا عندي في سيلز تبقى في شبه الفايبروبلاست والاوستيوبلاست والسيمنتوبلاست. بتيجي اكتر في الفيميلز، سن يعني مش سن كبير، من 20-30 سنه. اكتر حته او اكتر سايد بتأفكت فيها في الجو هو الماندبل في البوستيرير اريا. الكلينيكال عندنا شكلها احنا قلنا هو نيوبلازم، فادي شكل السويلنج، يعني احنا عندنا اللي احنا شايفينه ده هو، ادي شكل السويلنج موجود في الصوره، عندي في سويلنج موجود. السويلنج ده بيبقى بما ان هي بيناين، اي حاجه بيناين بتتمثل انها بينلس سويلنج، بيبقى اسيمتوماتيك ملوش حاجه. لو كانت مالجنان طبعا هتبقى مور بينفل وديستركتيف، وتبقى يعني ده البيهيفير بتاعي. لكن البيهيفير بتاعنا اي حاجه بيناين بتبقى ليجن اسيمتوماتيك في الاول، بيبقى بينلس، ممكن اشوفه بالراديوجرام، بعد كده كبر اهو عمل لي السويلنج السيمتري زي ما احنا ايه شايفين. راديوجرافيكلي هلاقي ايه؟ هلاقي ان انا عندي راديولوسنسي. اوكي، لان هو سويلنج والتيومر واكل في البون، والريديوسنسي ده ايه؟ يونيلوكلر ريديوسنسي. طب احنا بنقول هو اوسيفاينج، يبقى انا عندي ايه؟ احنا قلنا ان هو اوسيفاينج فايبروما هي فايبرس تيشو جواه بارتكلز اوف بون او بون ترابيكلي او سيمنتم لايكلي ترابيكلي صغيره. فاذا السيمنتم لايك او الاوستيو اللي هي البون ترابيكلي بتبان صغيره وشكلها ايه؟ هتديني راديوباستس. فاذا هو مش ريديوسنت بس، هو ريديوسنت ويز راديو اوبيك، يعني هو ميكسد ليجن عندنا. طيب هو ويل ديفايند، يعني انا اقدر اعمل ديفايننج للليجن بتاعي عشان ده حاجه بيناين. ادي انذر راديوجراف، ادي ويل ديفايند، وفي في النص ادي راديو ايه اوباسيتيز عندنا. under the microscope او الهيستولوجي بتاعي التيومر دون بيقول لي ان هو بيبقى انكابسوليتد، وبادي بشوف هو احنا فايبروما، يبقى البيس بتاعي كله فايبرس تيشو. اوكي، ده الباك جراوند بتاعنا كله فايبرس تيشو، وبلاقي ادي البون ايه ترابيكلي، عشان احنا قلنا في اوسيفاينج فايبروما كل ده اللي هي البون ايه ترابيكلي، وممكن الاقي فيه حاجات صغيره اللي هي شبه السيمنتم وبنسميها سيمنتيكلز. جوفينايل اوسيفاينج فايبروما هي كلمه جوفينايل، يعني اي مين ان الاوسيفاينج فايبروما دي بتيجي في سن صغير، بتيجي في التشيلدرن. اوكي، بتيجي اكتر في المجزل، عشان كده سموها جوفينايل، ده تايب منها. بس هي التايب ده بنلاقيه برغم ان هو بناين، بس بيبقى عنده يعني اجريسيف شويه، بيكبر بسرعه رابيدلي اكسبانشن، وبيعمل لي اوبستراكشن بما انه بيجي في المجزله، فبيعمل اوبستراكشن للايه للنيزل باسجز او الاير واي بتاعي.
اوكي، هنا الجدول ده بيبين لي ايه؟ بيبين لي الفرق بين السنترال جاينت سيل جرانيلوما والسنترال جاينت سيل تيومر. احنا الجرانيلوما لسه كنا بنقول ان هي واحده من اللي انا لسه كنت قلتها من شويه، ان هي واحده من الاكوايرد ريباراتيف ديزيزز. اوكي، وقلت ان انا هشرحها لكم بعد كده، لان احنا حاطينها في كومباريزن مع الايه الجاينت سيل تيومر، اللي هو هنا ده واحد من البناين نيوبلازم اللي احنا خلصنا اوسيفاينج فايبروما واحده منه، وتاني واحد سنترال جوينت سيل ايه تيومر. فلو جينا قارنا كده بسرعه بينهم هنلاقي ان التيومر ده نيوبلاستيك، يعني هو نيوبلاز، لكن التاني ديزيز واعتبرناه ريباراتيف. ده بيجي التيومر ده بيجي في 20 ل 45 سنه، اما ده بيجي في سن صغير اقل شويه. اوكي، الجرانيلوما بنلاقيها اكتر في الجو بونز ودي ريليتد لينا، اما السنترال جوينت سيل تيومر مش بيجي في الجو، قليل اقل لونج بونز. بما ان هو تيومر فبيقولوا وهو صحيح بيناين، بس لقوا ان ليه اجريسيف بيهيفير شويه فبيعمل بون ديستراكشن، لكن وبما انه بيعمل بون ديستراكشن هلاقي كلينيكالي هيبقى عنده بين وعنده سويلنج والديستراكشن يعمل لي فراكتشر. اما الجرانيلوما هي بتبقى ريباراتيف ليجن زي ما احنا قايلين النيتشر بتاعتها ريباراتيف، فهي بتعمل نيو بون فورميشن عند على الحدود او الايدجز بتاعت الليجن، فهي مش ديستراكتيف. اوكي، والكلينيكال بتاعها بيبقى slowly growing pain swelling زي اي benign neoplasm، however ان لقوا بعض الكيسز بتبقى ايه aggressive. طيب جينا نبص على الاكس راي هنلاقي ان هنا ده الليجن ده احنا قلنا لسه ان هو ديستراكتيف اللي هو التيومر، وان هو بيعمل لي باثولوجيكال فراكتشر، فبلاقي ان هو اكسبانسال يعني هو كبير شويه وايد وبيديني شكل الصوب بابل ابييرنس في الراديوجراف. تمام، هنا بالنسبه لي هنا الجرانيلوما بتبقى شكلها ايه؟ حاجه بتاكل عادي بس هي بتكبر بالراحه، فهتبقى راديلوسنسي ويل ديفايند ديلوسنسي. ولقوا ان في الاجريسيف ليجنز اللي هم 30% لو انها بتديني شكل المالتي لوكلر ديلوسنسي، يبقى انتوا دول بتجمعوها مع الحاجات المالتي لوكلر اللي احنا خدناها. طب احنا خدنا ايه مالتي لوكلر في التشابتر بتاعنا ده؟ نفتكر كده ان احنا كنا واخدين في الاول الشيروبيزم اللي هو واحد من الهيريديتري ديزيز، وكان عنده مالتي لوكلر ديلوسنسي باي لاترال في التو سايدز اوف ذا ايه اوف ذا جو. فهنا عندنا ادي التيومر هو بصوا ديستراكتيف وواكل كتير من الايه من الجو بتاعي، اكسبانسايل يعني واخد جزء كبير او وايد اريا في الجو بتاعنا. اما هنا السنترال جنسيل جرانيلوما اه صحيح هي كبيره اهي، بس ممكن لو بصينا نلاقيها ايه الليجن متقسم شويه، بيبقى مالتي لوكلر لو هي كبيره او هي ايه اجريسيف. تمام، طيب هيستولوجيكال فيتشرز بقى هما الاثنين دول بحطهم تحت الجروب اللي احنا قلنا هنجمعه مع بعض اللي اسمه سنترال جاينت سيل ليجنز. خدنا فيهم ايه لغايه دلوقتي؟ لو انتوا بتسمعوني او مركزين معايا خدنا فيهم الشيروبيست، خدنا الهايبر بارا ثايرويدست، هنحط معاهم السنترال جاينت سيل جرانيلوما والسنترال جاينت سيل تيومر حتى من اسمهم. اتفقنا ان الليجنز دي كلها الكاركترايزيشن بتاعتها ان هم عندهم نفس الشكل كلهم اندر ذا مايكروسكوب، اللي هم عندهم ايه؟ عندهم جاينت سيلز كتيره نيومرس حوالين هيموسيدرين ارياز حوالين هيموراجيك ارياز في ستروما كلها فايبرس وفاسكولر، لكن يعني هم ما بنقدرش نعرف هو الليجن ايه غير ما بنقدر نعرف حاجه كلينيكال او راديوجراف. يعني انا لما اجيب حاجه ريد كلينيكال او راديوجراف عن الليجن عن البيشنت ده مع شكله اندر ذا مايكروسكوب هقدر اوصل للدايجنوز، يا ترى هو شروبيزم هو بارثيرويديزم مثلا اللي عندها لابراتري مثلا انفستيجيشنز هلاقي ان في حاجات في اللاب ظهرت لي كده اهو. لكن لو انا جبت صوره ليه بس هي الشكل ده انا معرفش والله ده ده ولا ده، فاكتر حاجه هقولها ان ده سنترال جاينت سيل ليجن. هو ايه بقى؟ لا ده لا ده، يبقى انا المفروض ان انا اعمل ديفرنشال ايه دايجنوز. لو بس ان في التيومر ممكن الاقي شويه ارياز اوف نكروزز عشان هو اجريسيف شويه، دي حاجه من الحاجات المميزه فيه شويه برضو، وممكن نعرفه ان الجاينت سيلز بتاعتنا بتبقى النيوكلياي موجوده في السنتر، دي حاجه من الحاجات اللي ممكن انا اقدر نعرفها من الميكروسكوب، اذروايز برضو مش هقدر اعتمد عليها غير ان انا لازم اتاكد ان هم بقيه الداتا عشان اقدر اوصل للفاينل دايجنوز. طيب هو اجريسيف فتب ممكن بيقولوا انه ممكن يتحول لماليجننت، لكن الجرانيلوما اهدى شويه عندها جود بروجنوزز وما فيش اي ترانسفورميشن انتو مالجنسي.
بصوا هنا ادي تحت، ادي برضو ادي المالتي نيوكليتد جاينت سيلز وفايبرس تيشو، ادي ان بتوين. طب هنا الجاينت سيل تيومر، هنا ان بتوين ادي الهيموسيدرين يعني او الار بي سيز، لكن الايه جاينت سيلز كبيره خلاص، وبيقولوا ان هي بيحصل فيها النيوكلاي بيبقى موجود في السنتر زي ما احنا شايفين او بيأجريجيت في السنتر وفي اريز اوف نيكروز. طيب كده يا دكاترة احنا خلصنا التشابتر بتاعنا اللي هو بتاع اللكتشر اللي هي اللكتشر التانية، وكده تشابتر البون ديزيز والتيومر خلصوا. الجزئية بتاع المالجنت تيومرز اللي هي الكوندروساركوما والاوستيوساركوما دي هناخدها في تشابتر المالجنسي، يبقى انا بس خدنا هنا اللي هي البناين تيومرز اوف بون اللي احنا شرحناهم خلاص. وكده التشابتر بتاعنا خلص. and thank you for your listening.